أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق الفنيدق أنه على إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح اليوم الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سد، أصيبت مواطنة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق، حيث وافتها المنية على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة لها، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث. سلوك كل جديد، اشترك الآن.